في فبراير 2020 نشرت شيماء فكري أباظة ابنة الفنانة المعتزلة حياء قنديل عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك منشورا تطلب فيه من أصدقائها الدعاء لوالدتها وتماثلها للشفاء في القريب العاجل، حيث أصيبت الفنانة المعتزلة بوعكة صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين. دي شيماء فكري عمها دون جوان السينما المصرية رشدي أباظة، والدها هو الفنان الراحل فكري أباظة، ووالدتها حياة قنديل. دي هنا حياة قنديل على اليمين مع نجوى إبراهيم من زمن الفن الجميل، وهنا دي صور لحياة قنديل فنانة جميلة، واللي على اليمين ديت أحدث صورة ليها متوفرة، طبعا دي من سنوات كتير بس دي تعتبر أحدث صورة ليها موجودة على النت، ودي صورة جميلة لليلى حمادة وحياة قنديل. حياة قنديل مولودة 23 نوفمبر 1951، ممثلة مصرية أي حاليا تبلغ من العمر حوالي 68 سنة، حاصلة على دبلوم التجارة، وبدأت حياتها الفنية في المشاركات في برامج الأطفال إلى أن بدأت التمثيل وهي صغيرة من خلال فيلم صراع الأبطال في عام 62، توقفت بعدها عن التمثيل ولكن عادت إليه وقدمت أعمالا في السينما ناجحة. ومن بعد زواجها من الممثل المعروف فكري أباظة قررت الابتعاد عن المجال الفني بعد تقديمها للسينما فيلم اذكريني بعام 78، وقدمت للتلفزيون مسلسل دمعة ندم بعام 1979. فنانة مشهورة ومحبوبة، وهنا مع زوجها فكري أباظة اللي هو شقيق رشدي أباظة، ودي صور ليها مع بنتهم، ده فكري أباظة أكيد كلنا فاكرينه، رحل من حوالي 15 سنة، وهنا آدي حياة قنديل مع بنتها، وهنا لقطات من أفلامها مع نور الشريف، وهنا خالد زكي. عندها حوالي 68 سنة حاليا. أما فكري أباظة زوجها فهو شقيق رشدي أباظة، وقد كانت بدايته في فيلم البنات لازم تتجوز عام 1973، وتوالت أعماله بعد ذلك، وكان منها الحساب يا مدمازيل عام 76، وضاع العمر يا ولدي عام 78، وحتى لا يطير الدخان 84، والحكم آخر الجلسة 85، وحائط البطولات 98، وأيام السادات 2001 وغيرها. تزوج فكري أباظة من الفنانة المعتزلة حياة قنديل، ولديه 3 أبناء منهم ابنتهم شيماء والتي تعمل حاليا مدرسة. وقد نفت حياة من خلال حوار لها بأن يكون زوجها قد لعب دورا في اعتزالها الفن، حيث قالت هو مظلوم تماما في هذا الاتهام، فإنه لا علاقة له بهذا أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، وعمره ما تحدث معي عن هذا الموضوع، بل على العكس فهو كان يتمنى أن أعود إلى هواتي الفنية من جديد. وكانت حياة قد اعتزلت الفن لتكرس حياتها لبيتها وأبنائها. دي صورة جميلة ليهم مع بنتهم، وهنا ده رشدي أباظة مع أخوه فكري أباظة، صورة نادرة. ويذكر أن الراحل قد عكف قبل رحيله على إعداد قصة حياة شقيقه رشدي أباظة ليقدمها في مسلسل تلفزيوني، ولكنه توفي قبل أن يخرج المسلسل إلى النور للأسف. كان الراحل فكري أباظة يخطط أيضا للاتفاق مع فاروق حسني وزير الثقافة على تخصيص إحدى حجارات دار الأوبرا المصرية
لإقامة متحف لمقتنيات شقيق رشدي أباظة، والذي كان يمتلك عدة مسدسات أثرية وبنادق صيد نادرة وساعات يد ثمينة، إلى جانب متعلقاته الشخصية من الملابس والإكسسوارات والنظارات التي كان يستخدمها في حياته الخاصة، ومجموعته الشهيرة من قطع البايب المستخدمة في التدخين مع بعض الولاعات الذهبية. كان هيبقى معرض حلو. توفي فكري أباظة إثر أزمة قلبية حادة عندما سقط على الأرض داخل ملعب التنس بنادي التوفيقية وهو يمارس رياضته المفضلة التنس في 18 نوفمبر 2004. فكري أباظة الله يرحمه، هنا مع زوجته حياة أنديل، وهنا حياة أنديل بقى في لقطات من أفلامها مع ليلى طاهر، وهنشوف برضو مين شقيقات فكري أباظة ورشدي أباظة جميلات زيهم، هنا حياة أنديل في لقطات جميلة من زمن الفن الجميل. رشدي أباظة مولود 3 أغسطس 1927 وتوفي 27 يوليو 1980، ممثل مصري مشهور ينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية. أنا ده رشدي أباظة. ولد الفنان الراحل رشدي أباظة في عام 27 لأم إيطالية تدعى تريزا لويجي، ووالده السيد سعيد بغدادي أباظة كان ضابطا كبيرا بالشرطة. هنا مع والدته. وهنا بعد ما كبر. وقد حصل رشدي أباظة على البكالوريا من كلية سان مارك بالإسكندرية، لكنه لم يكمل دراسته الجامعية بسبب عشقه للرياضة ودخوله المجال الفني بعد ذلك. وعليكم صورة نادرة للفنان رشدي أباظة مع شقيقاته الجميلات منيرة وزينب ورجاء وابنته اسمت. هنا مع شقيقاته الجميلات وابنته اسمت ومع سامية جمال. يشار إلى أن الفنان الراحل رشدي أباظة تزوج 5 مرات، وكانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا. عقد قرانهما عام 1952 واستمر زوجهما 3 سنوات. هي الراقصة المعروفة تحية كاريوكا. أما بربارة الأمريكية فقد كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة اسمت، واستمر زواجهما 4 سنوات وطلقها عام 1959. دي بربارة وبنته اسمت. وكانت صباح زوجته الرابعة تزوجها عام 1967 وطلقها بعد أسبوعين. يعني الثالثة كانت سامية جمال وبعد كده صباح. أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة علما أنها ابنة عمه، وتزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين. دي نبيلة أباظة آخر زوجته، جوز 5 مرات. كان رشدي أباظة أيضا يجيد 5 لغات غير العربية، وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية، وكان مرشحا للسينما العالمية. وكان من الممكن أن يسبق عمر الشريف إلى هوليود ويغزو السينما العالمية لولا أنه أضاع كل هذه الفرص. واشترك دوبليرا للنجم العالمي روبرت تايلور في فيلم وادي الملوك، واشترك في فيلم الوصايا 10 للمخرج العالمي سيسيل ديميل، وغيرها من الأعمال. توفي في 27 يوليو 80 عن عمر يناهز 53 عاما بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ، واشترك في آخر أعماله الأقوياء والذي مات أثناء تصويره ولم يستطع إنهائه، فأكمله الفنان القدير صلاح نظمي بدلا عنه عام 80، وقام بتقليد صوته الفنان الراحل أحمد زكي، حيث كان مشهورا عنه في الوسط الفني تقليد أصوات الفنانين. توفيت 8/6/2019 ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة اسمت، وهي الابنة الوحيدة للفنان الراحل. يذكر أن قسمت هي الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة من زوجته الأمريكية، وقامت بتربيتها الفنانة الراحلة سامية جمال، وعاشت معهما
أثناء فترة زواجهما. هنا اسمت مع الراحل دون جوان السينما المصرية رشدي أباظة ومراته سامية جمال. ديت تعتبر أحدث صورة لاسمت. ابنة رشدي أباظة اسمت تزوجت من الفنان أحمد دياب، وذلك قبل دخوله الوسط الفني، وأقيم حفل الزفاف في فندق مينا هاوس بالهرم. فنان أحمد دياب معروف طبعا، كان وجه مألوف في السينما المصرية، كتير عارفينه. ودي اسمت مع زوجها أحمد دياب وابنهما أدهم. ده أدهم بعد ما كبر حفيد رشدي أباظة. إيه رأيكم؟ يشبهوا كتير؟ الزفاف أحياه العديد من الفنانين، في مقدمتهم الفنانة نجوى فؤاد وفيفي عبده ومحمد نوح وأسطورة الجيتار عمر خورشيد مع فرقة البيانو، وظهر رشدي أباظة وهو يرقص بالعصا. دي صورة نادرة جدا، رشدي أباظة بيرقص بالعصا في زفاف بنته على أحمد دياب. أما اسمت ابنة رشدي أباظة فقد أوضحت في إحدى المجلات الفنية أنها أحبت زوجها بسبب التشابه القوي بينه وبين والده. هنا وهي اسما بتتذكر ذكرياتها مع والدها. وسامية جمال كانت زوجته الثالثة، تزوجها عام 1962 واستمرت زواجهما قرابة 18 سنة، وانفصلت عنه عام 1977. ده رشدي أباظة مع زوجته الثالثة سامية جمال، وهنا اسمت بينهم هما الاثنين. دي سامية جمال الراقصة المعروفة مع رشدي أباظة دون جوان السينما المصرية الله يرحمه. لم تكن علاقتها برشدي أباظة على وفاق، فقد كان شخصية صعبة ومتقلبة المزاج، مما جعله في حالة عصبية دائما، وقد تحملته سامية جمال كثيرا، بل أنها كانت بمثابة أم لابنته قسمة التي ربتها منذ أن كانت طفلة، حيث أنها لم تنجب في حياتها أبدا، وكانت كل مشاعر الأمومة لديها قد أهدتها لقسمة وأبناء أشقائها، إلى أن وصل الخلاف بينها وبين رشدي أباظة إلى نقطة اللاعودة حيث أصرت على الطلاق وتم الانفصال. دي اسمت بين سامية جمال ورشدي أباظة. دي صور وهو بيلعب مع بنته اسمت، صور نادرة كلها. وهنشوف أسرار تانية. نيجي بقى لسامية جمال، هتكتشف حاجات غريبة عنها دلوقتي. كانت الفنانة سامية جمال حريصة على المحافظة على رشاقتها ولياقتها، فكانت تخاف أن تكسر من الطعام، واتبعت نظاما غذائيا يعتمد على الزبادي والخضروات، مما أدى لإصابتها بالأنيميا، وهو ما أدى لدخولها للمستشفى قبل 4 أشهر من وفاتها، حيث كانت تعاني من هبوط حاد في نسبة الهيموجلوبين بالدم. بعدما أفاقت سامية جمال من الغيبوبة، نصحها الأطباء بتناول الفيتامينات والاهتمام بالتغذية والابتعاد عن النظام الغذائي القاسي الذي تعيش عليه، وهو ما رفضته سامية جمال، وتسبب ذلك في إصابتها بجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، أدى لحدوث غرغرينة، وتطلب الأمر إجراء عملية استئصال للأمعاء، ولم تتحسن حالتها وبدأت تفقد الوعي تدريجيا حتى توفيت في الأول من ديسمبر 1994. اسمها الحقيقي زينب خليل إبراهيم محفوظ، وهي من مواليد بني سويف جنوب القاهرة، وظهرت في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال. في بداية حياتها جمعتها قصة حب بالفنان فريد الأطرش، ويشاع أنها تزوجت فريد، ثم تم الانفصال بينهم، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. أشيع إنهم اتجوزوا، لكن محدش يعرف إيه الحقيقة. تزوجت سامية جمال من متعهد حفلات أمريكي كان يعمل في باريس، ويدعى
شيبارد كينج الذي أعلن إسلامه قبل أن يتزوجها وسمى نفسه عبد الله. ده يعتبر أول أزواجها، شيبارد كينج أمريكي سمى نفسه عبد الله، ولم يدم هذا الزواج إلا فترة قصيرة جدا. وفي أواخر الخمسينيات تزوجت من رشدي أباظة وقدمت معه بعض الأعمال السينمائية، منها الرجل الثاني وبنت الحتة والشيطان والخريف.